لهذا اقدر اقول لك انه لوكيب الفرنسيه بتقول ان محمد صلاح على راس اولويات نادي باريس سان جيرمان. ليه؟ هو امبابي مشي، طيب يجيبوا مين بداله؟ ده كلام اللي موجود في هذه الصحيفه، بيقولوا انه باريس سان جيرمان بيفكر بجديه في انه محمد صلاح ياتي على راس الاولويات. السؤال بقى، يا ترى هل ترى إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ وهل إذا صحيح محمد صلاح وليفربول هيفكروا في الموضوع بشكل جدي ولا لأ؟ ويا ترى هل ترى برضو العرض المقدم هيبقى عامل إزاي؟ يعني الكثير من علامات الاستفهام يجب أن احنا نحاول نجد لها إجابة. وخير من يحدثنا في هذا الموضوع أستاذ محمد منظور، الصحفي الرياضي الكبير بجريدة وموقع sport.fr فرانس. اهلا بحضرتك. مساء الخير استاذ يوسف، واهلا بحضرتك وليك وحشه كبيره. وحضرتك اكتر يا استاذ محمد، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ايه بقى القصه بتاعت باريس سان جيرمان مع محمد صلاح؟ بص استاذ يوسف، هسالك سؤال كده بالمصري، انت عايز الحق ولا ابن عمه؟ هتقول لي الحق طبعا، هقول لك لا يعني في ناس تقول لك ابن عمه. ساعات الحق يجيب مشاكل، يقول لك طب هات ابن عمه. مبدئيا عشان نتكلم في القصه دي بس لازم ندرسها من كل ابعادها. باريس سان جيرمان طبعا في كل الحالات يحتاج لاعب مهم زي محمد صلاح يكون معاه مؤثر بشكل كبير، ولكن في اعتبارات لازم نحطها في الحسبان. مبدئيا كيليان امبابي بيلعب في المكان اللي هو عكس محمد صلاح، اللي محمد صلاح ما بيلعبش فيه. طيب محمد صلاح معاه مين في نفس المكان؟ معاه ديمبلي، عثمان ديمبلي في نفس المكان في باريس سان جيرمان. اذا يبقى باريس مش محتاج لاعب في المكان ده. الامر طرح وتم الحديث عنه من ضمن مجموعه كبيره من اللاعبين اللي اتكلم عنهم المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان لويس انريكي، ولكن انا من وجهه نظري الشخصيه لا ارى لا من مصلحه باريس التعاقد مع محمد صلاح، ولا من مصلحه محمد صلاح الذهاب لباريس سان جيرمان، لانه بيلعب في افضل دوري في العالم، واحد من احسن الفرق في العالم، في فريق محترم كبير صنع معاه تاريخ كبير، يستطيع صنع معاه تاريخ اكبر. الكلام الدائر الان ان هناك الاقرب لخلافه يورجن كلوب تشافي الونسو المدرب الكبير واللاعب الاكبر في ليفربول في سنوات سابقه، وتشافي اعتقد انه هيكمل نفس مسيره كلوب. صلاح النهارده بيتمتع بشخصية وشعبية وجماهيرية وأرقام كبيرة لازم يحافظ عليها في ليفربول، فإذا أراد الانتقال هذه حريته الشخصية، ومن حقه تماما ياخد قراره، لأن ده بالنسبة له مستقبله ووضعه المالي والاجتماعي وكل هذه الأشياء. ولكن لو هتيجي تسألني أنا عن رأيي الشخصي، لا أحب انتقال صلاح من ليفربول، وحتى لو هو اختار الانتقال بشوف أن خطوة باريس سان جيرمان لم تكن خطوة جيدة بالنسبة له. طب ساعات، وصححني لو أنا غلطان، البعض يعني شهيته تبقى مفتوحة لخوض تجربة جديدة حتى وإن الكل خالفوه الرأي، يقول لك دي تجربة جديدة ولازم أخوضها، وأحيانا أخرى ممكن يبقى العرض المقدم لليفربول مغري جدا، والراتب المقدم لصلاح أيضا ممكن يبقى مغري جدا. اتفق معاك تماما، لكن لو هنروح على حسبة الامور المادية فبالطبع كان عرض السعودية كان اكبر بكتير من العرض اللي ممكن يدفعه باريس سان جيرمان ومحمد صلاح، او الراتب اللي هيدفعه باريس سان جيرمان طبعا لا يقارن بالراتب اللي كان معروض عليه في المملكة العربية السعودية. وفي النهاية ليفربول رفض ومحمد صلاح امتثل القرار وانتهى الامر. فبالتالي خد تجربة، ده بيخضع لعدة مقاييس وعدة امور استاذ يوسف، مش من ضمنها بس المال، يعني المال اكيد شيء مهم، ولكن في حسبة الامور الرياضيه، في حسبة الارقام الشخصيه، في حسبة ان انا النهارده عندي 31 او داخل على 32، وصلاح بسم الله ما شاء الله من اللعيبه اللي محافظه على جسمها وعلى وزنها وعلى تمرينها، وقادر انه يلعب لحد 36 و37 سنه بمنتهى السهوله، حتى لو هيقضي اخر سنه او اثنين في حياته كلاعب مش اساسي بنسبه 100% كما هو الحال الان، ولكن موجود وبيكسر ارقام. يعني هي الفكره طبعا زي ما انا قلت وهرجع اقول، ده هو قراره ومستقبله وادرى بيه، ولكن خطوه الانتقال لباريس
اثبتت فشلها عند العديد من اللاعبين السابقين. في كتير ندموا، منهم ميسي، ميسي نفسه ندم واعلن صراحه ندمه على الانتقال لباريس، مش لان باريس وحش ولا انه ما بيدفعش، لا بالعكس، ميسي كان بياخد اعلى راتب موجود هناك، ولكن الامور مش احسن حاجه في نادي باريس سان جيرمان، النادي عنده بعض المشاكل، وارد بخروج كيليان امبابي الامور تتغير، الفريق يتجه للجماعيه اكثر، لا يعتمد على نظريه النجم الاوحد، كل هذه الاشياء، ولكن في النهايه هو مشروع لم تتطمع عليه حتى الان، رغم مرور حوالي 15 سنه على شراء مجموعه قطر لنادي باريس سان جيرمان، حتى الان بيتخبطوا، في حين ان يعني مشروع مانشستر سيتي على النقيض ثبت صحه قرار يفين في هذا النادي وصحه تعاقداتهم وكل هذه الامور مشت في طريق صحيح، اتجهوا لطريق صحيح. الاخرى الامور صعبه، وبالتالي دي بتتحط في حسابات بعض اللاعبين وهم رايحين يلعبوا. طيب هحط معاك فرض جدلي، يعني لم يتم الحديث على الإطلاق عنه ويمكن ما يكونش هيحصل، ماذا لو مثلا برشلونة أو ريال مدريد اتكلموا مع صلاح أو اتكلموا مع ليفربول علشان صلاح، وجهة نظرك أنه صلاح يسيب ولا يكمل مع ليفربول؟ تتكلم في اكبر ناديين كره قدم في العالم شئنا ام ابينا، هم الناديين الاكبر واصحاب الشعبيه الاكبر في الكوره، حسابيا حسابيا ورياضيا محمد صلاح في ريال يروح يركب على اي حد، لان المكان ده الخط بيقطع حبتين، معلش انا عارف انه ممكن يبقى الشبكه من باريس للقاهره مش مظبوط كده، ماشي تمام. فبقول لك طبعا الاتجاه لريال مدريد بالنسبه لمحمد صلاح يكون قرار افضل بكتير طبعا، لانه في النهايه مكان موجود ما مش هيبقى فيه نزيه عنده امور. هو الخط بيقطع، الخط غالبا انعدم تماما. على كل إن هو كان فرضا جدليا، انا بشكرك جدا 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 استاذ محمد مندور الصحفي الرياضي الكبير بجريده وموقع سبورت دوت اف ار الفرنسي.